الكتابة ديال الشباب في المجالات الرقمية رئيس على مسمى الشباب في المجالات الرقمية، يعني الشباب اشنو يقدروا يديروا في المجالات الرقمية. ياك بحال عندنا بزاف لي دومين في المجال في الرقميات، عندنا 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 لي دومين تكنيك هذوك ما تنهضرش عليهم حنايا في هذا المنتدى، انما تنهضروا دابا حاولنا هذا المنتدى هذا الاول الدوره الاولى نسميوها تحت عنوان مدخل التجاره الالكترونيه، يعني كيفاش تنحاولوا نوريو الشباب كيفاش حنا ربحنا من التجاره الالكترونيه وكيفاش تنحاولوا نوريونتيهم باش يربحوا حتى هما من التجاره الالكترونيه. هذا هو الهدف من 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 من, من اقامه هذا الايفينمون هذا. باش نكونوا واضحين وصريحين، كاينين بزاف الاسئله تيجيو تطرحوا عليا من بعد المداخله ديالي، تيجيو تطرحوا عليا تيقول لي اودشي واش كاين الربح، واش غير كاين الربح من الانترنت؟ لا ما كاينش الربح من الانترنت، كاينه الخدمه في الانترنت ثم الخدمه في الانترنت ثم الخدمه في الانترنت عاد الربح من الانترنت. بحال مثلا انا تيجي تشوفني بنادم فاش وصلت، ما تيجيش تسكر كارير ديال 5 سنين وانت خدام وتتكرب تتكرب 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 تتصح في زيرو درهم تعاود تطلع شويه تعاود تصح في زيرو درهم تعاود تطلع شويه تعاود تصح في زيرو درهم تعاود تطلع شويه حتى توصل لواحد المرحله تتولي عندك واحد الاكسبيريونس اللي ما باقيش تتصح في ديكا اللي يقدروا يخسروك الفلوس تتولي الحمد لله ديما تربح. التجاره الالكترونيه مجرد تجاره، حولنا من التجاره الكلاسيكيه الى التجاره الالكترونيه، وراه بزاف الناس رائجين فيها في المغرب وبزاف الناس تبارك الله داروا فيها الفلوس وهما من يستافدنا، والحمد لله حتى حنا تنحاولوا نوليو رائجين في هذا المجال باش تاعنا ننفذوا شباب اخرين يخدموا في هذا المجال هذا. جيت لهاد الدوره هادي باش نستافد انه نشوف نتعلم كيفاش نطور من راسي ونغير حياتي ان شاء الله. هذا الفيلمون هو نقطه ايجابيه بالنسبه للشباب المغربي. شكرا للمنتمي اللي انضموا هذا الفيلمون هذا باش يزيدوا بالشباب اللي قدام البزنس المغربي اللي قدام. ومن الحوايج اللي كانوا ما بالنسبه لواحد ثلاثه تاع لي زانفورماسيون في لي كوميرس وفي التريدينغ وفي جوجل ادز. استفدنا بزاف الحوايج في هاد الفورماسيون هادو ثلاثة. ليفنت اللي كيهضر على الاي كوميرس اون جينيرال، انا كونتريبيتونت يعني ما كانوش عندي دي زيدي بزاف على الاي كوميرس، يعني نقدر نقول انني تهجمت على الاي كوميرس ما عرفاش عليها دي زانفو بزاف، مي بالنسبه لليوم استفدت شحال من حاجه على الدومين، يعني دي زانفو اللي غيخلوني انني نمشي بعيد على الدومين ماشي شي وحده اللي هي تهجمات. كي قلت لكم تنشكر كاع الناس اللي ساهموا في انهم نجحوا هذا الدومين وفيليسيتاسيون الله يوفق الجميع. شكرا لكم بزاف. كنشكر بزاف هاد الناس هادو اللي قدموا لنا واحد ليكسبيريونس دوزوها في هاد المجال تاع اي كوميرس، وما قدموا الاي كوميرس والتريزين، المهم الناس دوزوا واحد ليكسبيريونس طويله فيها واحد 5 سنين 6 سنين، يعني تيحط لك خلاصه تاع هاد السنوات هادي كلها اللي دوز باش انك تبدا من واحد الخطوه جيده. استفدنا ان كيفاش نبداو في التجاره الالكترونيه من اخر لي زيتاب اللي ديالها اللي كان هضر عليها انس لي زيتاب، ومن بعد زكريا وضح امور اكثر على حسب التجربه اللي دوز، ومن بعد زدنا الفقره الثانيه ديال التداول ومن تما توضحات الامور ديال التداول.